عندنا في الميدان يعني ولات النفاق ولات الهضره في واحد كيهضر في الاخر. ما بقيناش في واحد الميدان فني. ولينا في السوق ديال التبادل كيتبادلوا المعايره وداك الشيء. فهاد الحوايج هادي ما حقيقه ما كتفرحش. وحنا الجمهور ديالنا ما بغيناش يوصل له هذا الخلاف اللي كاين ما بين الفنانين. هذه الاولى. والثانيه بيان سور داك المنشور اللي درت في الانستغرام ديالي اللي شتيوه، معلوم داك الشيء ما غاديش يعجبني، لانه ولات الهضره ولات المعايره ما بين الفنانه والفنانات، واكثر شيء تنظر للفنانات وداك الشيء. فولينا في السوق ما بقيناش في ميدان فني، حق هذا الشيء ما كيعجبناش. واكيد ان كيف قلتي الفن يعني الميدان فيه النفاق، فيه التملق، فيه المشكله اللي كتبقى في الواحد هو كيفاش الواحد كيتلقى معك كيعطيك وجه وكيمشي مورا ظهرك كيعطيك وجه. عنيت ناس اللي هما عارفين راسهم واللي كيديروا حوايج اللي هما خايبين بزاف.